السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 18 يوليوز 2020. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون تتمة الفيديوهات اللي فاتوا على دائما على التين، على شجرة ديال الكرمة، على الكرموس. فاليوم إن شاء الله غيكون حيت جاوني بزاف ديال الأسئلة على هذه القضية ديال الشجر ديال الكرموس وفاش مغروس وكيفاش وهاد لي شوز كاملين. فأنا غادي نعطيكم غير واحد بحال غادي ندير واحد الإعادة، وفي نفس الوقت غنهضر لكم على واحد جوج كرمات عندي هنا صغار اللي يعني استخلصتهم ولا يعني عندي بالتعقيل، يعني كثرتهم بالتعقيل من هادو اللي عندي. وغادي نوريكم بان هادو في المده ديال عام تقريبا ما شاء الله فهما داروا الكرموس. انا غادي نوريهم لكم. اذا قبل من هادشي غادي نوريكم الكرمات اللي عندي. فعندي هادي شجره ديال التين، هاد الكرمه كما كتشوفوها، هادي كنت خديتها، غنعاود نكرر، كنت خديتها من اربوريسونس، مشتل اربوريسونس اللي هو معروف وعنده بزاف ديال المشاتل هنا في المغرب. كاين في مراكش، كاين في الدار البيضاء، كاين في الطريق ديال دار بوعزة، كاين في ازمور، فكاين بزاف ديال المناطق اربوريسونس معروف ومشتل كبير. فكنت خديت من عندهم هذه، كنت خديتها من مراكش، كنت خديتها من مراكش ماشي من هنا من الدار البيضاء، خديتها من مراكش. وتقريبا هذه دابا راه يمكن الا ما خفتش نكذب غتكون عندي واحد اكثر من 6 سنين وهي عندي كما كتشوفوا. هذا العام الحمد لله انها كان الانتاج مزيان كما كتلاحظوا، يعني راه كاين الانتاج، وان شاء الله يمكن على ما كنعتقد هذا الانتاج كامل ان شاء الله غادي يكون في واحد 90% ولا 80% اللي غادي ينضج وان شاء الله ناكلوا منه. ديجا كليت من النهار، غادي نوريكم ان شاء الله، بقاو معايا راه غادي تشوفوا الفيديوهات الاولين وغتشوفوا هذا الفيديو. اذا هذا الشيء اللي يلاه دابا جنيت. فهاد الكرمه هذه، فها الكرموس ديالها هو هذا، هو هذا، لاحظوا معايا، ها هو، شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، هو هذا، هو هذا، هذا يلاه حيدتهم من هاد الكرمه هذه. فوقيت في الوقيته ديال التقليم اللي هو كيكون في شهر 12 حتى لشهر 2 تقريبا، ممكن انه يمشي حتى لشهر 3. فالوقيته ديال التقليم، يعني الوقيته ملي كتبدا تنقص، كتقدر تقطع واحد الفرع من هاد الشجره هذه، من هاد الكرمه. كتقدر مثلا نقدر نقطع هاد الفرع بحال دابا هذا اللي كيبان لكم هنا، خصو غير يكون يعني مستقيم، ما يكونش بحال كعوج، يكون مستقيم. كنقطعو ومن بعد كناخذ تربه مزيانه في محبق صغير، اصيص صغير، تربه تكون تيرو ولا تربه ولا شي حاجه بحال هكا، وكنحطو فيها. انا ما كنديرش هذا الشيء، انا كنهز هذاك العرش وكنحطو في شي اصيص اخر حداها ولا شي حاجه، وكنخليه، يعني كندير واحد جوج ثلاثه ديال العقلات، وكنتسنى ان شاء الله باش 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 دير. من هذه الشجره هذه فخرجت هذه، ها هي كما كتبان لكم، خرجت هذه العقله، ها هي، لاحظوا معايا، هي هذه، راه ما حولتهاش في البلاصه فين كنت غرستها، باقي هذا المحبق هذا تما فين كنت غرستها، ها هي باقا، ها هي راه منوضه. الا لاحظتوا لانها نوضه جوج، يعني في هذيك العقله، يعني من التحت ديالها هي نوضه جوج، نوضه هذا، ها هو نوضه هذا الفرع هذا ونوضه هذا الفرع. فهذا الفرع راه كان دار الكرموس، ها هو راه دار. وكان واحد، يعني في واحد الفيديو كنت صورته لكم اللي قبل، كنت قلت بان هذه غادي تموت وهذه غادي تنضج، هادشي اللي كنت قلت. واحد الاخ كان سولني قال لي باش عرفتيها وكيفاش عرفتيها؟ اذا ها هو الجواب، ها انتم شوفوا، يعني راه صح هذه راه غادي تموت وهذه غتنضج. علاش باش عرفتها؟ هما كانوا في نفس الحجم تقريبا، غير هذه كانت صفراء، كانت بانت لي بان راه صفراء، يعني بانت لي بان راه بصح يعني ما غاديش يكمل النضج ديالها. هذه كما لاحظتوا هنا، لاحظوا معايا بان راه غادي تخرج عاوتاني، يعني غتخرج كرموس عاوتاني اخر هنا صغير، فهمتي؟ ربما امتى غادي ينضج الله اعلم، واش غادي ينضج ولا غادي يتساقط، تنشوفوا ان شاء الله. اذا هذا الفرع الاخر اللي كيبان لكم، فيه مجموع خضري اكثر من اللي فروي من الفاكهه. غادي نديكم الكرمه اخرى اللي هي هذه، ها هي كما كتشوفوها، معذره لان مغطيه بالشبكه، لان كنت غطيتها بالشبكه الفيديو اللي كان قبل ديال كيفيه حمايه الفاكهه ديال التين من الطيور. فانا درت هذه الشبكه هذه باش نحمي هذه الشجره من الطيور.
فهذه حتى هي ما شاء الله كتعطي واحد الفاكهه لذيذه بزاف. هذه هاد الشجره كنت خديتها من اغمات، من جمعه اغمات، كنت خديتها من تما وغرستها. هذه المده تقريبا اللي عندي هنا شي 4 سنين تقريبا، 4 سنين ولا 3 سنين، اكثر من 3 سنين. هذا هو اللي كاين. غادي نوريكم حتى هي الفاكهه ديالها. ها هي، هذه اللي كيبان لكم هنا، هي هذه الفاكهه، هي هذه الفاكهه ديالها، هي هذه. نمشي معكم الكرمه اللي خرجت ولا اللي درت من التعقيل ديال هذه الاخرانيه، هذه اللي وريتكم دابا حاليا، اللي قلت لكم من اغمات. نوريكم فهي هذه، هذه هي الشجره ولا الكرمه اللي درت بالتعقيل. هذه شحال في العمر ديالها؟ هذه تقريبا دابا في العمر ديالها سنه. يعني ملي كنقول لكم شحال في العمر ديالها، نهار هزيت العود وحطيته في يعني في التربه، من هذيك الوقيته لدابا عام تقريبا وثلاث شهور، عام وثلاث شهور، عام وثلاث شهور. ولاحظوا معايا، حيت الناس كيسولوا كيقول لك على شحال المده اللي غادي تعطيك فيها الكرمه، على شحال المده ديال شحال شنو هو الوقت وداك الشيء. فانا كنقول لكم هذا الكرمه عام وثلاث شهور، يعني من العقله من العود، فها هي عطتني ما شاء الله. فانا كليت منها وغادي نحيد قدامكم ها انتم راه لاحظوا معايا لهذه الثمار، حتى هي غطيتها بالشبكه، وكاينه ثمار اخرى صغيره جايه حتى هي في الطريق. لاحظوا معايا هي، فانا غادي نوريكم ان شاء الله، غادي نوريكم. انا كنشوفها واش كاينه شي حاجه هنا. راه انا كنت حيدت منها وحده صغيره، ولكن كانت وحده اخرى هنا، ها هي في هذه البلاصه هذه لاحظتوا، فهي تكلات، كلاوها الطيور، ما كانتش مغطيه. انا غادي نحيد وحده دابا حاليا، غنحيدها غمعديره معديره معديره معديره، حيت انا غنحاول. انا حيدت الشبكه، حيد الشبكه باش يبان لكم الثمار ديالها. غادي نصورها وغادي نحيدها قدامكم، اشكال ديال هاد الشبكه هادي صغير. انا غادي نحاول، اذا انا غادي نحيدها قدامكم. ها هي، هادي راه ناضجه ما شاء الله. انا غادي نحيدها بسم الله، بسم الله. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الحبه، وكاين هاد النمل، هذا النمل، النمل كثير بزاف عندي، ولكن راه ما غاديش ندير ليه الدواء. دابا النمل راه كيدخل لداخل ديال هاد التمره، ولكن معليش ماشي مشكل، لان هادي التمره كما كتبان لكم. لاحظوا معايا، وكاينين الاخرين راه هما جايين في الطريق، كاين هادي هادي هادي، هادو كلهم جايين في الطريق. كاين هادي حتى هي، هادو كلهم جايين في الطريق، يعني عندهم واحد يومين تقريبا غادي ينضجوا ان شاء الله. دينا هاد 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 الكرمه كما قلت لكم، هانتوما شوفوا معايا هذا داكشي اللي جنيت اليوم، يعني طلعت هاني شنو جنيت من الكرموس. اذا كما قلت لكم، فهاد الكرمه هذه، فمن العقله فسهل انك يعني تاخذ، او يعني الناس اللي مثلا كيسولوا شحال ديال الوقت وكيفاش وهذه، فمن العقله ممكن انك في المده ديال عام انك تاكل الثمار في المدة ديال عام. ملي كنقول لك عام، يعني راه عام وثلاث شهور بحال هكاك، ضروري غتكون ديك عام وثلاث شهور ضروري منها. علاش ضروري منها؟ لأن العقلة يعني غادي تكون حيدتيها في شهر واحد، شهر جوج، حتى لشهر ثلاثة. عندك يعني اش كيقولوا ليه النبات الخضري، ولا يعني المستوى الخضري، ولا ما عرفت كيفاش غادي نسميها، يعني لا فيغدور اللي غادي تخرج الاوراق والفروع اللي غادي تنبات وداك الشيء. فهذاك العام الاولاني فغادي تقدر تعطيك واحد الحبه كاع مثلا، ولا جوج حبات على الاكثر، ويقدر ينضجوا يقدروا ما ينضجوش. ولكن في العام الاخر، يعني يعني الموسم الاخر اللي هو من بعد ان شاء الله، من بعد يعني ما كتكبر الشجره ديالك، يعني كتكبر تكون فيها كما وريتكم تما، فما كتجاوزش متر تقريبا، عندها متر كاع مثلا ماكسيموم. ولاحظوا ما شاء الله، يعني الانتاج ديالها وفير وجيد جدا. نرجعكم ليها باش تشوفوها، باش نبقى تما، حيت كنهضروا في نفس الوقت كنوريكم الكرمات الاخرين. انا غادي نرجع لهذه ونقولها لكم. اذا كما قلت لكم، فتقريبا فيها متر وشي حاجه، الا شفنا من الفرق. المحبق فين مغروسه هو هذا، وهذا هذا هو المحبق فين مغروسه، وهذا هذا ديال الطين، ديال يعني ديال البلاستيك عفوا. ها هي، انا غادي غنوريها لكم. ها هي، ها الفرع هو مني غادي. لاحظوا معايا، هو هذا
وهي غادا تقريبا فيها في الطول ديالها واحد متر و متر و10 متر و20 سنتيم، هذا هو دول الطول ديالها، فمتر و20 سنتيم، وما شاء الله كما كتلاحظوا راها عاطيه الانتاج، وممكن انكم تاكلوا كما قلت لكم في العام الاول ديال التعقيل ديالكم. دن كننصحكم انا، يعني هذه نصيحه للناس اللي هما باغين بصح يجربوا هذا الشيء. فالحاجه الوحيده اللي غادي يعني نوصيكم عليها، الحاجه الوحيده اللي غنوصيكم عليها، هو انكم تجيبوا تربه تكون مزيانه، يعني يكون بيرو ولا تورب، هذه الاولانيه. ثاني حاجه ان الكرمه ما تحطوهاش يعني في شي بلاصه اللي فيها الشمس المباشره بزاف، اللي غادي مثلا تقراها. ثالث حاجه هو لقيت منين مثلا يبدا داك تبدا الفواكه كتخرج وتبدا تكبر واحد شويه، فعليكم بالتسميد، يعني تسمدوها، يا اما تسمدوا بالغبار يا اما تسمدوا بالان بي كي، راه كنت وريته لكم. وان شاء الله يعني غادي تاخذوا، في اكيد غادي تاخذوا ان شاء الله الثمار ديالها في اقرب وقت، وراه ما كتطلبش بزاف د الحوايج. انا كنقول لكم ما كتطلبش بزاف د الحوايج، راه كما قلت لكم عقله عود تجيبوه وتحطوه، او لا تشريو شجره نتوما كاع، شجره صغيره خذوها من اي مشتال، شوفوا النوع اللي مثلا كيصدق عندكم، يعني الكحل ولا هذا البيض هذا، لانه الاسماء ديال هاد الانواع ديال التين فانا ما حافظهاش، لان راه بصح حيت ما عنديش الاسماء. هذه بالضبط هذه اللي قدامي هنا، راه نورمالمون كان السيد اللي كانوا باعوها عليا في اربوريسونس كانوا عطوني الاسم ديالها ولكن تنسى ليا. اما الاخرى فالناس ديال البلاد مثلا تما في اغماته ولا شي حاجه كيقول لك البيض ولا الكحل ولا شي حاجه، هذا هو اللي كيقول. هذا الشيء اللي كاين، وغادي نقول لكم تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الا عجبكم الفيديو، دائما انا غادي نبقى نقول لكم هذه الهضره هذه، الا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، حطوا لي تعليق كيفاش جاكم الفيديو باش نقدر مثلا اميليو غير الفيديو ديالي. وفي نفس الوقت ما تنساوش جيم، ما تنساوش اعجاب او لا لايك. علاش هذا الاعجاب هذا، علاش كنبقى نقول لكم ما تنساوش؟ لان ملي كي مثلا كيكون الاعجاب ملي كتوركوا عليه ف ولا لي فيو اللي يعني ملي كتشاركوا عاوتاني مع الاصدقاء ديالكم، فالفيديو كيولي عنده واحد العدد ديال المشاهده وواحد العدد ديال الاعجاب اللي كيخليه انه كيطلع، يعني كيكون مثلا كيبان لاي واحد. ملي غيكون مثلا شي حد كيقلب على كيفيه زراعه التين، ولا حيت انا كنحط العنوان واخا كنحطو بالعربيه الفصحى وانا كنهضر بالدارجه، فملي كيكون مثلا كيقلب شي واحد بحال هكا كيدير البحث فهو كيطلعوا ليه، لان عنده واحد العدد المشاهدات وفي نفس الوقت واحد العدد ديال الاعجاب. انا هادشي علاش كنقول لكم هاد الهضره هذه، وتحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.